جايزي تمدلكم الفرصة باش تزوروا البقاع المقدسة للربح عمرة لشخصين من بين 30 عمرة المهداة خلال شهر رمضان. شارك في مسابقة عمرة رانتي عن طريق تحميل جيزي أب أو تشكيل الرمز نجمة 2020 دياز، ثم تحميل أو إهداء أكبر عدد من الأدعية والأناشيد الدينية. جايزي معها تقدر. جايزي تتمنى لكم صيام مقبول. وسط مدينة إسطنبول التركية تتواجد مئات الآثار الإسلامية المعمارية الموروثة من قبل الدولة العثمانية. نحن هنا متواجدون في حضرة الملك السلطان أحمد، وهذه المنطقة التي جمعت بين الماضي والحاضر وما بينهما قصة مسجد ضارب في جذور التاريخ. إنه مسجد الملك السلطان أحمد، أو ما يعرف بالمسجد الأزرق، الذي شيد وبني ما بين عامي 1609-1616. تتساءلون عن قصة هذا المسجد، نترككم تتابعون هذا الروبورتاج. هنا اسطنبول، أرض التاريخ والحضارة، مدينة المآذن. لا يمكن أن تصحو على صوت الآذان في اسطنبول وتغفل أو ترجئ زيارة صروحها الدينية، ومن أهمها مسجد السلطان أحمد أو ما يعرف بالمسجد الأزرق. السلطان أحمد الأول هو كان في دوره أراد أن يبني مسجداً لنفسه عظيماً يبقى له صدقة جارية إلى يوم القيامة، فأمر بإنشاء المسجد وقام بصرف نفقة المسجد من جيبه، ليس من الدولة يعني، استملك هذا المكان من مصاريفه بذاته السلطان أحمد الأول، فبني الجامع على هذا المكان وصار اسمه جامع السلطان أحمد نسبة لمن بنى هذا الجامع. هذا المسجد مسجد السلطان أحمد أكبر مساجد من مساجد إسطنبول. بني هذا المسجد بمقابلة مسجد آيا صوفيا حتى يكون التوازن التراث الإسلامي والتراث القديم. طبعاً لما نتكلم عن جامع السلطان أحمد تعود بنا الذاكرة إلى العهد العثماني، عهد الحضارة العثمانية والإسلامية، حيث أمر السلطان أحمد الأول أن يبنى الجامع، وأراد أن يكون في مكان جدا مميز مقابل لجامع آيا صوفيا ومطل على مضيق البوسفور. بنوا هذا المسجد في عام 1609، بدأوا بتشييد الجامع 1616 خلال 7 سنوات. رائع بتصميمه وفخامته، ويعد من أجمل المساجد ليس فقط في تركيا وإنما في العالم الإسلامي أجمع. يخطف مسجد السلطان أحمد الأنظار في تركيا، فهو تحفة معمارية مبنية على الطراز العثماني القديم الممتد منذ أكثر من 400 سنة، وها هو شامخ ما زال يجذب الزوار والسياح القادمين إلى مدينة إسطنبول. في نقطة مركزية. لماذا مركزية؟ قصر الدولة العثمانية قريبا من هنا، 5 دقائق مشي تمشي إليه. مقر السلطان العثماني هناك، آيا صوفيا في جنبه، فهذا صار يلفت نظر كل الناس المسلمين والأجانب وغير المسلمين يأتون. فبدوره جامعاً كبير وتاريخياً لافت النظر،
إذا نظرت من الخارج، إذا دخلت إلى إسطنبول، أول شيء تراه جامع السلطان أحمد. الحمد لله، بفضل الله، منذ تاريخ هذا المسجدين الكبيرين يمثل رمزا إسلاميا بين الدول الإسلامية، والزائرين يزورون بهذا المسجد. بعدما نزل إسطنبول أول شيء يزورون هذه المسجدين اثنين، آيا صوفيا والسلطان أحمد. لابد من يزور تركيا أن ينهي زيارته بزيارة الجامع الأزرق والتمتع بهذا الفن المعماري الإسلامي والبيزنطي. يعتبر مسجد السلطان أحمد أحد أضخم الأعمال المعمارية، ويعد من المساجد السلطانية، له 6 مآذن وترتكز قبته على 4 دعائم أسطوانية، يبلغ قطر الواحدة منها 5 أمتار، صنعت باليد ويطلق عليها اسم أرجل الفيل. قبته الأساسية إذا نظرنا عليها في وسط الجامع محمولة على 4 أعمدة ضخمة نسميها قدم فيل في الهندسة المعمارية. لماذا 4؟ لأن الخلافة الإسلامية دخلت على العثمانية في القرن 16 في عهد سلطان سليم الأول. سلطان سليم الأول جاء بالخليفة العباسي إلى إسطنبول إلى قصر الدولة العثمانية، فطرح له أن يكون خليفة بدله، فصار خليفة في تاريخ الإسلام تركي ليس عربي، سلطان سليم الأول. فهذه الخلافة لما انتقلت إلى العثمانية نقلوا الشعار الخلافي إلى المساجد، بنوا المساجد فيها 4 أعمدة ترمز لنا الخلافة، نحن الخلفاء وساداتنا خلفاء الراشدين 4، أبو بكر عمر وعثمان وعلي. يتميز المسجد الأزرق بمئذنتين شاهقتين ترتفعان نحو السماء، وتعتبران رمزا للهندسة الإسلامية المتقنة. تبرز قبة المسجد بسحرها وألوانها الزاهية مع بلاط أزرق جميل يعكس السماء والروحانية. 6 مئذنة لهذا الجامع موجود، علامة لأنه بعد سلطان سليم الأول الخليفة السادس في دوره، يعني سلطان سليم الأول، سليمان القانوني، سليم الثاني، مراد الثالث، محمد الثالث، والسلطان أحمد الأول بدوره السادس. تأثر تصميمه الخارجي واختيار عدد مآذنه بالمسجد الحرام في مكة، واكتسب اسم الجامع الأزرق من زخارفه الداخلية التي تحاكي تصاميم قبة الصخرة في القدس الشريف. Efendim tabii Sultan Ahmet Camii gerçekten özellikle مسجد السلطان أحمد أو ما يعرف بالمسجد الأزرق من المساجد الكبيرة في العالم بعد مكة والمسجد النبوي، له أهمية تاريخية وثقافية ما جعله يستقطب الزوار من مختلف دول العالم. تم إضافة لأول مرة مآذن غير المآذن التقليدية اللي كانت تكون عبارة عن المساجد مأذنتين أو 4 مآذن، فتم بناؤه في 6 مآذن. سمي بالأزرق نظراً لاستعمال الرخام والبلاط الأزنيق الأزرق بكسرة في كل جوانب الجامع، الذي يضفي له لون ورونق مميز. تشكيلة مميزة من الزخارف المختلفة التي تتنوع بين الذهب وفنون النقش التي ترسم بعض الآيات الكريمة رسما متناهيا في الإبداع والجمال. تتسم القاعة الرئيسة للصلاة بتفاصيلها الفنية الرائعة، من البلاط الأزرق المتقن إلى النقوش الجميلة التي تزين الجدران. فجامعنا زين بزينة مميزة خاصة من مساجد السلاطين العثمانية، ميزته أنه فسيفساء في الطابق الأول، 21,000 قطعة فسيفساء موجودة، ولونها تركواز أزرق، وفوقها إلى السقف إذا نظرنا
مزخرفة بفرشة في الملونات معظمها أزرق. يحيط في جدران الجامع الزخارف الإسلامية المنقوشة بعناية، وأرضيات الجامع مغطاة بالكامل بالسجاد من أفخر أنواع السجاد. للجامع 5 أبواب، 3 منها تقود إلى صحن المسجد، واثنان يؤديان إلى مكان الصلاة، وتتربع على قمته قبة رئيسة بارتفاع 43 متراً بقطر 23 متر ونصف المتر، وحولها 8 قباب أصغر حجماً. يحتوي القسم الداخلي لجامع السلطان أحمد على 260 نافذة من الزجاج الملون، كما يضاء أيضاً بكثير من الثريات القيمة المطلية بماء الذهب والأحجار الكريمة. له 260 نافذة، 6 طوابق إلى القبة العلوية، والقبة هي ارتفاعها 43 متراً وعرضها 23 متراً. ميزته خاصة محرابه ومنبره من أفضل الزخرفة الجميلة في عهد العثمانية. السور الخارجي متوزع على 3 جهات من الجامع، ويتضمن 5 بوابات، أكبرها البوابة الرئيسية المنقوشة بالفن الفارسي. وبغض النظر عن كونه من أهم مراكز الجذب السياحي في إسطنبول، يضج المسجد أيضاً بالمصلين في أوقات الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وكذلك التراويح في شهر رمضان المبارك. الجامع خاصة نحن الذي في داخله يأخذ 6000 نفر في وقت واحد إذا صلوا فيه. بدأوا بترميم الجامع، أخذ 7 سنوات ترميم هذا الجامع، ورمموه على طبق أساسي حينما بني في وقته، كيف بني وزخرف نفس الشيء اليوم في هذا الجامع، الزخرفة رمموها وجددوها. القصور المشيدة والمساجد المزخرفة والمنارات الشامخة والأعمدة الضخمة والزخرفات تحف فنية تدهش كل من يزور مدينة إسطنبول. هذه الهندسة الكلاسيكية العثمانية جعلت المسجد الآن معلماً معالم يزوره ملايين السياح من كافة الجنسيات والثقافات. مسجد السلطان أحمد، من هنا مر التاريخ والحضارة. جيزي تتمنى لكم صيام مقبول. جيزي تمدلكم الفرصة باش تزوروا البقاع المقدسة للربح عمرة لشخصين من بين 30 عمرة المهداة خلال شهر رمضان. شارك في مسابقة عمرة رنتي عن طريق تحميل جيزي أب أو تشكيل الرمز نجمة 2020 دياز، ثم تحميل أو إهداء أكبر عدد من الأدعية والأناشيد الدينية. جيزي معها تقدر.